السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، احوالكم طيبه؟ نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير، وتكونوا متدوزوا الروتينات ديالكم مزيانين، وتكونوا دايرين لو بروغرام ديالكم هاد الصيف ان شاء الله. واللي غيسافر يسافر، واللي غادي يدير لي كور دو سوتيان يديرهم الله يوفقه، واللي عندها العرس الله يكمل عليها بالخير، واللي غتولد الله يفكها على خير وبخير. ونتمنى انكم تكونوا في احوال طيبه، وتكونوا بصحه جيده، وتكونوا يكون حياتكم غاديه كيف ما كتمنوا. اليوم ان شاء الله خرجت الصباح، كان عندي واحد الغرض في الصباح، وغير بالصدفه جايه في الطريق وتلقيت سوق صالحين. البنات ديال سلاره غادي يعرفوا سوق صالحين، كاين انفاصلي واحد الزنقه تنقولوا ليها سوق الزنقه ديال التوب. هذيك الزنقه ديال التوب غير انا دايزه ولقيت تمايا البال، وبقيت لقيت واحد كيعيط 5 دراهم 5 دراهم، ولقيت تما الحوت، قلت نشوف على الله دايزه، قلت نشوف. لقيت حويجات زوينين ديال الدراري الصغار، خديتهم ب5 دراهم البياسه، وقلت والله تنشاركهم مع البنات اليوم وتشوفوا. زعما ماشي ضروري اننا باش يكونوا وليداتنا، لابسين مزيان ومقادين، واننا خصنا نكسيوهم من 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 شي محلات اللي كبار، ونكسيوهم من شي حاجه ديال الكاليتي. واحد غير يكون عنده شويه ديال الذوق وكيعرف ينسق وياخذ هكا شي حويجات من البال. صراحه انا ما كناخذش كلشي، ما نقولش كناخذ لوليدات كلشي من جديد، كناخذ لهم مره من دي فاكتو، مره من وايكيكي، مره من البال، كل مره وكيفاش. والحويجات لقيت اليوم حويجات ب5 دراهم من في البال، وقلت غنشاركهم مع البنات اليوم ويشوفوا. صراحه داك الزنقه ديال التوب فيها ما يدر، انا ما دخلت لهاش، غير كنت دايزه غير دو باساج هكايا في الطريق، ولقيت واحد حاط بوحدو تما، واحد السيده زات واحد البياسه تارت انتباه ديالي، وانا نقول نمشي نقلب. خليكم معايا انا غادي نوريكم شنو خديت من تمايا. الوغ ها نتوما، خديت هاد التيشيرت، هذا الدري الكبيبر، هذا ب5 دراهم. وهذا صراحة زوينين وباقي نقيقين، هذا وهادي، هادوك جوج لوال للدري الكبير، وهادي للدري الصغير، وهادي الشورطات. ها نتوما شوفو، شفتي الشورطات بحال اللي كنت وريتكم البارح في مرجان ديال 79 درهم، ها هو غير ب5 دراهم. وكاينين بزاف اوكايدي، ها نتوما لا مارك اوكايدي، كاين بزاف، غير انا ما كانش عندي الوقت، ما قلبتش بزاف. شورطات زويني صراحه، باقي نقيين حتى يخرجوا بهم ماشي غير الدار. عارفين الدراري كيكبروا دغيا وكيوسخوا بزاف، شحال قدك ما تشريو، شحال قدك ما تصبن. وهذه هي الاخر، خديت لهم 9 ديال البياسات، وخديت لهم واحد لي صابو هادو، هانتوما حتى هادو من البال، هادو خديتهم ب13 درهم، خديت لهم جوجات 13 درهم الواحد، وخلاهم ليا ب25 درهم بجوج. هانتوما هادو في الصيف هكايا زوينين للبحر، هكايا في البحر ما يحيدوهمش كاع من رجليهم، يدخلوا يعوموا بهم. فيكسيو لهم هادي من اللور وخليوهم مزيانين للبحر، الرمله كتكون سخونه ولا يعفطوا على شي حجر هكايا ملي يكونوا داخل في الماء، ولا لبسوهم هادو وخليو لهم خليوهم لابسينهم في رجليهم ما يحيدوهمش نهائيا. هادي للدري الكبيبر، وهادي للدري الصغير، انتما باقيين نقيقين، وحتى الثمن 13 درهم حتى حاجه. صافي هادشي اللي خديت ليهم، واش غادي نقول لكم من غير هاد الحويجات هادو، هادي واحد تقريبا شي 3 شهور، و
وانا شعري كيطيح ليا بزاف، كيطيح لي بزاف لواحد الدرجه ما تصورش. حتى وليت كنعس على المخده، ملي كنوض كنلقى الشعر هكذا فوق المخده وتحت المخده، الشعر صافي ما بقات لي حتى زغبه، كيف ما كنقولوا زغبه وحده ما بقات ليش في الراس. وعييت ما نجرب، ما خليت حتى شامبوان ما درته، ما خليت حتى وصفه ما درتهاش. درت واحد الوصفه تيقولوا ليها ديال زيت الفلفله، وزيت الفلفله والثومه وزيت البلديه، هي مزيانه غير مع المداومه مع المداومه كتعطي واحد النتيجه مزيانه، ولكن ما قديتش على الريحه، الريحه ما قديتش عليها. وراكم عارفين بنادم المراه ملي كتكون مزوجه صعيب داك ريحه الثومه والفلفله تبقى لك في الراس. مازال البنت تقدر تديرها، ومرا مزوجة صعيب الفلفلة والراس والفلفلة في الشعر والثومة والحالة صعيبة. الرجال ما كيتقبلوش هاد القضية، حنا العيالات ما عندناش مشكل في هاد القضية، كنديرو اي ريحة كنتقبلوها، اي حاجة كنشدوها كنطليوها لراسنا ما عندناش مشكل، المهم اننا نخرجوا بنتيجة. الرجال بحال هاد الروائح هادو ما كيبغيوهمش. وغير بالصدفة واحد صاحبتي قالت لي راه كاين واحد شامبوان ديال فارماسي زوين وخديته، والختي جربته وقالت لي راه زعما مزيان، جربته حتى اختي قالت لك راه مزيان وخديته. انا ماشي كندير اشهار هو ديال الفارماسي، انا ما كنديرش اشهار لهاد الشركه، ما عندي حتى علاقه بها، ما كنبيع فيها، ما كنشري فيها، ما حتى حاجه، غير جربته وعطاني انايا نتيجه مزيانه. وعارفه باللي تساقط الشعر راه مشكل عند البنات كاملين وحتى الرجال ماشي غير البنات، وقلت غادي نشاركو مع البنات. علاش لا؟ هانتوما هاد الشامبوان، هذا الشامبوان والماسك ديالو، الشامبوان والماسك ديالو، هما ضروري باش يعطيوك نتيجه خاصك الشامبوان والماسك ديالو. الشامبوان كتغسلي به الجهد اللي قدك نتيا، نتي وشحال كديري 3 د المرات جوج د المرات على حسب الطول والكثافه ديال شعرك، كتدير كتغسلي بهذا هو الاول. وباش زعما باش يعطيك نتيجه ملي تدخلي بحال هكا للدوش اولا الحمام، بداي بشعرك هو الاول، هبطي شعرك هو الاول، غسلي القدر اللي يكفيك نتيا 3 المرات ولا جوج د المرات، وديري الماسك. حيت الماسك خاصو يبقى على الاقل خاصو يبقى واحد 3 ديال الدقائق ولا 5 ديال الدقائق يبقى لك هو، كل ما بقى لك في شعرك بزاف كل ما مزيانه، حتى ربع ساعه يعني. باش تربحي انتيا الوقت الماسك، بداي بشعرك هو الاول، هبطي شعرك هو الاول، غسليه القدر اللي يكفيك نتيا 3 ولا 2 ولا شحال كيكفيك نتيا، غسليه به هو الاول وديري الماسك. ديري الماسك من الجذور، راك عارفه كيفاش، من الجذور هبط شعرك القدام ودير من الجذور والاطراف كلهم، ديري مزيان الماسك خشيف خشيف في الجذور مزيان وفي الاطراف صافي، وجمعي شعرك وخليه، خليه كل ما خليتيه بزاف كل ما مزيان. وما فيش، هو ديال الثومه وما فيش ريحه خايبه نهائيا، ما فيش تقريبا كاع الريحه، ما كتشميهاش نهائيا. ديريه وكملي الغسيل ديالك عادي، كملي الغسيل ديالك عادي صافي. وجوج المرات بحال انا كنت تندير تقريبا جوج المرات في السيمانه، غسلت به غير 3 ديال المرات صافي، بدا كيبان ليا الفرق، شعري ما بقاش كيطيح ليا كيف ما كان في الاول. وصافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين هاد الساعه، وهادشي اللي خديت، هادشي اللي خديت انا قلت نتشاركوا مع البنات يشوفوا. ماشي ضروري اننا كيف ما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو، ماشي ضروري اننا نكسيو ولادنا من لي ماخك، ماشي ضروري اننا نفرشوا دارنا في فراش غالي، ماشي ضروري اننا نحطوا الطبله باش تبان زوينه، خاصنا اننا نحطوا فيها البسطيله ونحطوا فيها اللحم بالبرقوق ونحطوا، لا، الواحد خص يعرف غير كيفاش يتصرف وكيفاش يتوال، ويكون شويه ديال الذوق مع شويه ديال التاويل صافي، والحياه ها هي غاديه. حنايا الحمد لله كلشي على قد الحال، ماشي فايتين بعضياتنا كيف ما كنقولوا، غير بالصبر راه كلشي على قد الحال، وكلشي يلاه غادي مع الوقت دقه دقه. علاش اللي ما نعرفوش كيفاش نتصرفوا، ناخذوا الوليد اللي طم بحال هكا 5 دراهم، هكا 5 دراهم حويجات زويونين، علاش لا؟ علاش ما نمشيوش للبال؟ حيت كاين اللي كيقول لك لا انا ما نلبسش ولادي من البال، لا حقات يكون المرض، لا هذا، لا، علاش كاين المرض؟ كاين كيف ما كاين المرض، كاين التيد وكاين الصابون وكاين جافيل وكاين بزاف ديال المسائل. نشد انا ناخذ حويجات بحال هكا لوليداتي ب 5 دراهم، 9 ديال البياسات ب 45 درهم مخيره، نشدهم ونديرهم في الماء سخون مع الصابون ديال الحجره، ونصبنهم ونشرهم في الشميشه، ما يبقى حتى شي حاجه. وصافي هادشي اللي كاين البنات، ونتمنى ان هاد لا فيديو تجيكم مغايره على لي فيديو الاخرين. واللي كيشوف لا فيديو اول مره يتابونا عندي وخليو ليا كومونتير وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ونتمنى انني نكون يكون المحتوى ديالي يعجبكم ونكون متنوعه وما بقاش غاده في نفس الروتين. وان شاء الله مازال من هنا للقدام باقي غادي ندير لكم
ندير لكم كيفاش لي ماسك ديال الوجه، ونديروا لي ماسك ديال الشعر، ونديروا بزاف ديال المسائل ان شاء الله. مصاب يكون غير الاستمرار، ويكون وتكون العزيمه وتكون الاراده باش نكملوا ان شاء الله في هذا الشيء، ونوصلوا ان شاء الله نوصلوا ان شاء الله لذاك الشيء اللي كنطمحوا ليه ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كاين. وشكرا لكم البنات بزاف، ونتمنى انني نكون خفيفه على قلوبكم، ونتمنى انكم تتابعوني وتدعموني وتشاركوا في القناه ديالي علاش لا. شكرا لكم بزاف، بيزو.